تحت عنوان الغازات السامة الوقاية والعلاج، أقيمت ندوة في مدرج كلية الطب البشري بجامعة إدلب بدعوة من قبل مجلس المدينة بالتعاون مع الدفاع المدني السوري للتعريف بأنواع الغازات السامة وكيفية الوقاية منها. نحن كناس مختصين في هذا المجال حبينا نوعي الناس المدنيين، خاصة عادة هذه الندوات تعطى للعسكريين. نحن للأسف عم نتعامل مع إجرام يعني بيستخدم هذه الغازات ضد المدنيين، فاضطرينا نحن نعمل ندوات لتوعية الناس المدنيين عن أخطار هذه الغازات وكيفية الوقاية من هذه الغازات وأيضا طرق العلاج. وللغازات السامة أنواع متعددة كغاز الأعصاب والسيانيد والأرسين والكلورين، ويعد السارين والخردل من أخطرها. حقيقة بالنسبة للناس الأشخاص العاديين، أول أولوية إذا كان في شك أو وصل خبر بأنه في استخدام الغازات السامة، لازم الإنسان إذا كان في مكان حدوث الكارثة لازم يبتعد عنه، ودائما يحاول يبتعد عكس اتجاه الريح. إذا كان الغاز دخل في بناء يفضل أنه واحد يطلع للطوابق العليا، لأن الغازات بتكون ثقيلة. حاول نكتم نفسنا ونجري بشكل هادئ، نطلع بشكل هادئ من مكان الحادثة. الدفاع المدني قدم بدوره شرحا مفصلا عن كيفية التعامل مع الغازات السامة. طبعا يقوم الدفاع المدني السوري بحملات توعيه وندوات بتعاون، هون صار اليوم بتعاون مع جامعه ادلب بندوه تعريفيه عن الاسلحه الكيميائيه وانواعها ومخاطرها وكمان الاسلحه الحارقه. وطبعا كان نحن دورنا بالدفاع المدني السوري التعريف عن لباس المنقذ واللي بنستخدمه نحن بالتدخل السريع، وطبعا كنا جبنا يعني كان في عندنا لباس وجبنا جربناه وفرجينا العالم عليه وكيف الشخص المتدخل شلون بيتعامل في حالات الهجوم الكيميائيه. الدعوة لهذه الندوة لاقت قبولا وحضورا بين طلاب الجامعة والكوادر الطبية والإعلامية، واختتمت ببعض الأسئلة من قبل الحاضرين حول محاور الندوة. يهدف القائمون على هذه الندوة إلى توعية المجتمع بأخطار الغازات السامة وفتح جسور التواصل ما بين الكوادر الأكاديمية والفرق العاملة على الأرض للحد قدر الإمكان من خطر الهجمات الكيميائية. أنس دريسي، أورينت نيوز، مدينة إدلب.